طبقنا اليوم شفادي. اليوم عاملين كباب بالكرز، بما انه اليوم نحن موسم الكرز عندنا بلبنان وموسم حفل، فحبيت نعمل هيدي الطبخه اللي هي اصلها شاميه وامتدت وصارت ارمن كمان بيعتمدوها. هلا الكرز هو اضافه من عندك ولا هو عاده في انعمل معروف انه بينعمل؟ لا معروف، هيدي في اكله معروفه يعني كباب نعم. بالكرز أوكي. بس كل واحد بيطبخها بطريقته وبحط بهاراته مثل ما بيقولوا. في عندك كمان انا شايف زبيب، كان في عندنا هذا توت. توت مجفف، هذا رح نعمل تري تشيز بولز. تري تشيز يعني عندنا انا فكرته زبيب. هيدي الفقره الثانيه. نعم. في عندنا الثلاث انواع جبنه، الكريم تشيز، وعندنا خلينا نقسم لكان الانجريدينز المكونات، نحكي عن الكباب شو المكونات تبعها رح تكون. الكباب اكيد عندنا لحمه الكباب، اوكي لحمه هي المفرومه، هي 70% بتكون لحمه هبره و30% فات. اوكي اوكي تنفرع الكباب والكفته. الكفته بدخلوا لها بقدونس وبصل. الكباب هي بتكون من لحمه وبهاراتها بس. اوكي وفي عندنا رح نعمل الكرز. الكرز رح نعمله رح نطبخه نحط له دبس الرمان والقرفه والسكر، وكمان رح نستعمل مكعب مرق ووك هذه ماركة ملاقيها بسبينيس، كتير مكعب جيد وكمان رح نستعمله اليوم. نعم. ورح نعمل رز حده، رز أبيض بسمتي كمان من ماركة سبينيس، وعنا رح نخد خبزة تورتية تحتهم. أوكي. تحت ال وحيجي عليها الكرز مع القلوبات. أوكي يعني إحنا فينا الكباب نلفه بخبز التورتية. حتى هي هن بقدموها تقريبا بفخارة أو ببول أو كذا. أوكي. هلا نحن البرزنتيشن آخر شيء سيربريز بنشوف كيف. أوكي. والتوت شو الوصفة الثانية؟ التوت هي رح تكون رح نعمل الفور تشيز الستريت تشيز سوري التشادر. نعم. السبينيس تشادر المبروش. ما شايفين انا بحب التشادر والبارميزان تشيز، وراح احط لهم توم بودرا وورشستر، وراح اعمل لهم بولز وحطهم بالبراد ورجع نلتهم مش نلتهم نعمل لهم كوش بالبلوبري يعني هو التوت المجفف. شاف يعني شحيتني يعني اليوم الحقيقة. ما في قلي ما في كله صحي، هلا بدنا ننتبه على صحتنا خيي لانه يعني مشاهدينا انا اكيد انه هلا مثل ما انا هيك حمسني لاعرف البرزنتيشن، انا بطلب منكم انكم تجيبوا قلم وورقه او تفتحوا التليفون تفتحوا النوتس وتأيدوا المكونات وبالتفصيل شو بقول لكم الشفادي. يلا شاف بلش وزعزني هلا طبخات صحيه من هلا قرايه ننتبه بقى لازم صح. انا بايدك بهذا الموضوع وكمان من اشياء الموجوده عندنا وحسب موسمها يعني. يلا شاف بلش يلا. وانا ثانك يو مشاهدينا. اول شيء رح بلش انا بما انه طبختنا اليوم كباب بالكرز، انا هون حبوب الكرز الفريش طبيعيه، انا فقيتهم يعني شلت منهم الحبوب، هلا بدي اعملهم على الغاز. رح جيب طنجرة صغيرة تغري، رح نزل الكرز بقلبه هو الكرز رح ينزل ميته اوكي وينطبخ، ورح ارجع انا زد له البهارات. عندي القرفة، عندنا سكر، عندنا مكعب لحمة رح افتحها انا هلا من ماركة الوكوك، رح شيل مكعب واحد جهزه، في عندي دبس الرمان، هول مكونات رح ضيفهم على الكرز اللي هن رح يكونوا تحت طبختنا. كمان رح جيب مقلية تانية رح حط شوية زيت زيتون. المكسرات بستعملهم أنا اللي هن لوز، فينا نستعمل سنوبر بس كمان سنوبر مكلف هالأيام، رح نستبدلناه نحن باللوز، رح نحطه ونحمصه. حمصهم هون، أنا حطيت نقطة زيت زيتون، رح نحمص اللوز. بهالوقت المكونات كلها عم تنطبخ، رح أقرب الكباب أنا ورح زيحهم شوي.
الكباب مثل ما قلنا نحن جايبين كمان من سبينس لحمة طازة مفرومة فيها 70% هي لحمة هبرة و30% فات بتعطينا شوية دسامة. الكباب مثل ما قلنا بتفرق عن الكفتة، الكفتة بحطوا لها بقدونس وبصل وبهاراتا، الكباب بحطوا بهارات بس. أنا أحط البهار الحلو رح أقرب الملح والبهار أسود، هذا بهار أسود هذا الملح أكيد بدنا نشيلهم نلقط البهارات فيها نشيلها ندعكها ندعكهم مع بعضهم بهذه الطريقة. وأنا فينا نعملهم بولز فينا نعملهم الكباب اللي بنعرفها مثل السيخ كله بيمشي. بقى ندعك نمدها بهالطريقة البهارات تفوت على قلبها بتعشق بعضها. ارجع رد على هذا الصحن. هلا رح جيب كمان القلاية الكبيرة رح احطها هون تا اشوي الكباب عليها كمان رح احميها شوي كمان زيت زيتون من ماركة الضيعة كمان موجودة بالسبينس. هون للكرز رح زد لهم شوية مي كرمال ما يحترقوا وينشفوا. هلا رح بلش بدي أقرص الكباب. فينا ناخد بول صغيرة تقريبا نمدها بهالطريقة بلش نقطعها بولات ونحطهم بالمقلية لأن هي أسرع طريقة شكل جلال بولز بقولولهم. تمام نشيل نعملها بهالشكل بولة نرجع على الخشبة بنمدها مثل السيخ نرجع بنقطع ثلاث قطع نرجع بنعملها شكل جلة. تقريبا أنا عندي جايب 500 جرام من الكباب وجبة لأربع أشخاص. نغير عن تسميتها شوي غريبة يعني في ناس سامعة فيها في ناس لا. هي طيبة لأنه يعني الكرز بيجي حلو وشوي في هيك تحس حمودة مشان هيك تلبق ليبقى مع بعضه. هون الكرز رح زيد عليهم سكر تيدوب مع المي. كمان رح كفي تقريص نوزعهم. فينا نحطهم بالفرن فينا نعملهم على التفار. رح قوي انا الغاز شوي. هون اللوز نخليه يشقر. أنا على الكرز مثل ما قلنا مشاهدينا كرز طبيعي اللي عملته إنه شلت الحب منهم نزلتهم شوي بالطنجرة لحالهم بقوا ميتهم. أول ما بقوا ميتهم نشفوا رجعت زدت لهم الماء تناخذ المرق منهم رجعت زدت لهم سكر بلشت بالكباب. الكباب اللي عم نعمله هلا شكل بولز رح نشويه عم نشوي بالمقلية يلي هو مش داخله إلا بس لحمة وبهارات تنميزه عن الكفتة. أكيد في كباب حلبي في كباب عنتبلة يعني في كتير تسميات للكباب.
فكباب الحلبي بزودوا له فستق الحلبي، يعني هو بهارات واللحمه والفستق الحلبي. كباب العنتبله مثلا بزودوا له الباذنجان، يعني كل وحده لها تسميه ولا زياده مكون. نحن عاملين كباب بالكرز، يعني الكرز اساسي. هون قسمت انا بهالطريقه الكباب، رح شيل الكف اللي اشتغل فيه باللحمه، هون آلياتنا. هيدا مكعب اللحمه من ماركه الوك ووك، رح اقسمهم كمان على الكرز هيدي الطريقه. نظف قدامنا شوي، فعندي القرفة كمان رح زيدها، صرنا حاطين سكر، كرز، قرفة، مكعب لحمة من ماركة الوك ووك. هون الكباب قسمتهم عم بشويهم هلأ. فعندي اللوز كمان عم نقليه، فينا نحط لوز او صنوبر، هلا هي صنوبر الافضل بس انه لوز تمشي كمان. هون بلشت تغلي، اول ما ببلش تغلي بلش المكونات رح احط دبس الرمان. دبس الرمان كمان من ماركه الضيعه، مثلها مثل زيت الزيتون كمان موجوده اسبينس. نجد مكونات سوبر رائعه. عندي الكباب تبلش برمون، هيدا الكباب نحن قرصناه هون، عملناه بشكل جلل، نشويهن على كل الميلات. فينا نرجع ننقلهم على الفرن، فينا بعد شوي انا رح سكر عليهم، اوكي هيك تا من قلبهم من البخار يستوي قلبهم، يكون اخذوا كوش من برا واستوى من قلبهم. هون مثل ما شايفين بلشوا يتماسكوا مع بعضهم. انا اول ما الكرز يستوي على الاخر او بقوله يهلط على الاخر رح اضربه بالميكسر، اوكي تاخذ بس يعني بدي اخذ الصوص انا الدريسنج منهم. وانا رح ارجع مع الكباب، رح اجيب حبات الكرز هيك ناخذ طعمه منهم. بس اخر شيء اكيد بدنا ننتبه، انا بدي اطبخهم تاخذ نكهه، رح ارجع اشيلهم على جنب بس اخذ النكهه منهم، رح اشيلهم على جنب لانه فيهم بقلبهم حبات. هيك الكرز بيعطينا مرق وبيعطينا مي للكفته بساعدها. فينا انا جايب خبزه تورتيه، فينا نستعمل خبزه الساج، الساج اللبنانيه المعروفه. هلا انا جايب التورتيه اليوم، فينا كمان يعني في عندنا اختيارين، التورتيه بتيجي اسمك شوي، الساج بتيجي ارق، فينا نتعجى الساج على الميلتين بنحطها تحت يعني على الصحن، اوكي فينا نحمصها شوي، فينا نقصها تريونجل، فينا نتركها مثل منا. هلا اخر فقره رح نشوف كيف رح نقدمها نحن. هون اللوز بلش ياخذ لون، كمان
رح زيد شوية مي لناخد مرق منهم. كرمال ما تنشف الكباب وعم ناخد مرق نحن بطريقة غير مباشرة. هول المرق شوي عم يطلعوا لي، انا رح زيدهم على الكرز هلا واضربهم كلهم مع بعض. هود اللوز بلشوا ياخذوا لون، صاروا كريسبي مثل ما شايفين. رح وطي النار عليهم. هلا الكرز مشاهدينا تقريبا مثل ما شايفين يعني صار فارط على الاخر، يعني خلص استوى مزبوط. هلا انا رح اضربهم على الميكسر ورح كفي شوي الكباب، بنرجع بالفقره الثانيه بنكفي كل شيء. مشاهدينا رجعنا لكم بطبختنا اليوم، رجع نذكر فيها، هي كباب بالكرز. نحن عندنا هون الكباب شويناه هون مع الكرز، هلا اخر مرحله بدي طفيهم بدبس الرمان. دبس الرمان من ماركة الضيعة، هيدي هي. وأنا حطيت لهم الكرز. هلا رح أتركهم على نار خفيفة على جنب لمرحلة السكب. فعندي هون حطيت أنا الكرز، الكرز الطبيعي، حطيتهم بالطنجرة، حطيت لهم سكر، حطينا قرفة، حطينا مكعب لحمة من ماركت ووك ووك. هلا بدي اطحنهم. عملية الطحن خلصت، كمان حطينا نحن سكر دبس الرمان يلي بخليها تشد وتصير صوص. كمان بنتركها على نار خفيفة تشد شوي صغيرة، يتبخر الماء منهم وتشد شوي صغيرة. في خبز تورتيا يلي قلنا أنا استبدلتهم بخبز الساج، كمان رح أقطعهم بهالطريقة تريونجليت، ورح أحطهم بالفرن، حمصهم بالفرن. رح اجيب الصينية رح وزعهم فيها بهالطريقة، حمصهم تحطهم تحت تحت طبختنا، كمان بنقطعهم بالنص نرجع نحطهم فوق بعضهم، بنقطعهم بهالطريقة وزعهم على الصينية. رح احطهم بفرن الهواء. يعني هن بدهم تقريبا 5 دقائق على 180 درجة. هلا رح جيب بول، رح بلش بدنا نعمل كمان نحن عاملين 3 أنواع جبنة، رح نعمل تشيز بولز. أول شيء رح أحط التشادر تشيز، جبنة صفرا مبروشة. نحن بس نقول تشيز بولز كل العالم بتروح فكره انه تشيز بولز وبدنا نقليها بالكعك والبيض، لا نحن كل شيء مكونات فريش رح يكونوا، جبنه ما في قلي وما في شيء. هي جبنه بارميزون كمان حطينا، هيدي الكريم تشيز جبنه الكريمه، رح احط توم بودره، وزعون. وعندي هيدي ورشستر صوص كمان رح وزعها عليهم. ملح وبهار اسود.
هولي هلا رح اعجنهم كلهم مع بعضهم. رح شيل تورتية على جنب. انا عملت وحدة منهم، هلا رح كفي على الباقيين. هيدي مصدر مثل بقولوا منهم. فعندي البلوبري يلي هي توت المجفف، فينا نحط كرز مجفف، توت مجفف موجود بالسوق. رح اطحنهم ناعمين. برجع بلت تشيز بولز فيهم، يعني مازال ما لتهم بالكعك والبيض، انا رح لتهم دغري بالبلوبري. هيدي الطريقة. هلا رح اعجن بايدي ثلاث انواع جبنة مع بعضهم، مع الثوم البودرة، مع الورشستر. هي الكريم تشيز تخليهم تلزق على بعضهم. نعملهم بشكل بوليت، يعني كمان بهالطريقة. بتطلع عنا بول. برجع هيدي البولة رح أنا بلتها بالبلوبري. أنا صار عنا اليوم كباب بولز وهيدا تشيز بولز مع البلوبري. هونيك عاملين بالكرز، هون بالتوت. كمان موسم التوت هلا طبيعي، يعني فينا نجفف التوت عنا وتستعملوه، بصير بهيدي الطريقة. بينطبخ وبيتنشف، يعني بدنا نعمل حجم الحبة قد التانية. هي الثوم البودرة والورشستر صوص ولو ثلاث أنواع جبنة يعني مفضلين كلهم بيعرفوهم. رح تاخدوا نكهة كتير طيبة. وإذا حبيتوا تقلون هولي بالطريقة بتنعمل فيهم، يعني بينحطوا بالفريزر، بس نعملهم بهالطريقة بشكل البوليت، بينحطوا بالفريزر تقريبا لساعة ساعة ونص بس يشدوا. ساعتها بنعمل طحين بيض كعك وبينقلوا، بصير هيدا تشيز بولز اللي كلكم بتشوفوه بالسوق بطريقة كتير هينة وسهلة. برجع أذكركم، برجع أذكركم بالمكونات، أكيد عم تقطع معنا على الشاشة. حطينا نحن كريم تشيز، حطينا تشيدر تشيز، حطينا بارميزون، حطينا وورشستر، ملح وبهار، وملعقة توم بودرة. هلا أغير الكفوف. أشيل هيدا على جنب. هلا رح اقلط حبة منهم. بلتها بهالطريقة. هي دغري رح تلقط عليهم، ما بدها لا بيض لا كعك ولا شيء. دغري رح تلقط، بناخذهم على البراد بشدوا. تلقط حبة تانية. كب عليهم وبوزع. كمان بهالطريقة. مثل ما قلنا بحب يلتهم يعملهم بانيه، نفس الطريقة بس الفرق بحطهم بالفريزر ساعة ونص، برجع بشيلهم طحين بيض كعك بيمشي حاله. رح اقطع انا بعد، بس مع انه هلا نحن صيفيه محبب يتاكلوا بهالطريقه، نهرب عن المقالة، نهرب عن كل شيء حامي. يعني عم ناخذ هلا تشيز بولز بطريقه بارده. رح كمان نهرمهم كلهم.
مثل ما قلنا فينا نحط بلوبري، فينا نحط كرز، كل شيء مجفف يلبق لون. بس ما انه انا موسم التوت هلا، فضلنا نشتغل مكونات الموسميه. بيطلع شكله حلو على سفرتكم، هيك ابيتايزر صغير وسريع. يعني طلعوا على القد، يعني اخر حبه بعد عنه. هول هن تشيز بولز بلوبيري. هلا انا رح احطهم انا بالبراد يحافظوا حرارتهم. بس يجوا ضيوفكم مشاهدينا نزلوهم دغري، لانه هن فريش، واكيد لانه اجبان بدهم براد، ما فينا نتركهم برا فتره طويله. مشاهدينا بريك صغير ونرجع لكم. طبختنا صارت على نهايتها. فعنا هون انا الكباب اللي شويتهم هون نزلت لهم صوص الكرز، احنا صاروا مع بعضهم هلا. فعندي هون الطنجره كمان، رح نعمل الكباب بالكرز اول شيء مع خبزه تورتيا، او رح نعمل بالرز. هلا هون المي عم تغلي، هذا الصحن حطيت خبزة تورتيا ناشفة أول شيء، نحطها هون. هولي الخبز تورتيا اللي شويتهم بالفرن، رح وزعهم على الخبزة. حطيت خبزة ناشفة تحت لأنه بس بدي أحط الكباب والكرز تا تلقطهم تحت الخبزة. هولي المحمصين على جنب. رح جيب حبوب الكباب هلا، حطهم بالنص. نوزعهم بهالطريقة. مثل ما قلنا رح نعمل صحنين، شي مع رز، شي بخبزة تورتيا أو الساج. نحن فضلنا نستعمل تورتيا. هول حبوب الكرز كمان طبخناهم معهم. هلا رح يصير رح اخذ المرق او الصوص، وزعهم على الكباب. ساعتها بتاكل التورتيا مع الكباب مع الصوص تبعوله، وهي خبزه التورتيا اللي حطيناها من تحت هي ما رح يروح الصوص على الصحن، رح يروحوا على الخبزه التورتيا. بيرجع مثل ما قلنا يلبق له سنوبر او اللوز، نحن فضلنا لوز. وزعهم عليها. لوز ماري هالشكل. هلا انا رح اغسل الرز. اوكي رح اغسله رز البسمتي السبينس، رح اغسلهم واطبخهم بالوقت، والباقيين من الكباب رح نعملهم مع رز. يعني في عنا تو بلاترز، شيء مع رز شيء مع خبزه تورتيا. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم الاثنين 19 حزيران، ونحن بالمطبخ. وهلا مع شيف فادي وجورج رح نرجع نتذكر شو كانت أطباقنا لليوم. شيف فادي تفضل.
ذكر شرفتينا. هلا انا عم شوفهم عن كثب، شو هال شو هالزينه الحلوه. وعملنا الكباب مع الكرز، ما انه موسم الكرز هلا، والتورتيه حمصنا التورتيه، فينا نحط خبز صاج او تورتيه. نحن حطينا تورتيه مع القلوبات على وجهها، اكيد عملنا الكرز سوتيه مع القرفه مع السكر. هون عملنا رز البسمتي اوكي، كمان مع يعني ما بحب الخبز التورتيه، عملنا الرز البسمتي الوايت رايس. رايك جورج انت بتفضل الرز او الى جانب انا التورتيه؟ بفضل الرز. كريات لحم كمان، كريات اللحم الكباب يعني، كمان نفس الصوص وزعناهم، بس هيدا مع رز هيدا مع همش القلوبات بالرومارين على الوجه. هون عملنا التريب هيدا بتغش على فكره، اللي ما بيكون عارف بالوصفه بفكرها شيء دسير كوكيز مضبوط. هي ثلاث انواع جبنه عملناهم مع الكريم تشيز نيين، ما عملنا شيء، حطينا عليهم البلوبري وورشستر صوص وتوم بودرة، كتير نكهة رح تكون طيبة. لكن مندوقها بالأول. هون هون بقي عندي أنا شوي من أنواع الجبنة، حطيتهم على التورتية والبارميزون، يعني كل الأنواع هون ثلاث أنواع جبنة حطيتهم هون، حطيناهم بالفرن. أوكي. بقي عنا تورتية بقى عملناها هيدي فري هيك مطبوخة. مطبوخة. شو رأيك نبلش ننقل أطباقنا لهون لنحضر حالنا لندوق الأطباق الجديدة اليوم نحن وفريق العمل؟ هيدا تقيل، طلع على الصحن التقيل. أنا اللي عندك إذا بدك جيبي. أوكي فضل استاذ جورج. فضل. Thank you شيف. شيف لكن هولي هلا حسميهم كوكيز أنا، هولي السولتي كوكيز، هولي ما مش دخلين فرن أصلا، ما فيني يدخلوا فرن كلهم جبنة وهيك. ما هيك فينا فوتنا يعني، هولي فوتناهم فرن مع تورتية. اي بس عرفت كيف؟ وفين يعملوهم بانيه مثل ما ذكرنا. اوكي عرفت كيف؟ بس نحن انا فضلهم نيين لانه الدنيا صيفيه وشوب هيك، عملنا كومبينيشن فيهم فاكهه، عم ناخذ بروتيين، عم ناخذ اجبان، يعني كثير هيك. شيف فادي تسلم ايدك، البرزنتاسيون بتعقد، الريحه بتعقد، وهيك علمتنا اليوم أطباق جديدة استفدنا نحن وياك بحلقتنا. أكيد جورج صار وقت نودع مشاهدينا. مشاهدينا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا، بنتمنى لكم أسبوع شيق ما فيه هموم ما فيه تعب، وأنا وجورج نرجع منلاقيكم إذا الله راد نهار الأربعاء 21 أربعاء 21 حزيران. أوكي. وأكيد زملائنا رح يلاقونا بكرة. صح. يلا إلى اللقاء.